قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يوجد شيء على وجه الأرض يمسح على وجه التعبد إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط. إذن من يمسح المقام، من يمسح أستار الكعبة، من يمسح جدران المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا من البدع ومن الوسائل الموصلة للإنسان إلى الشرك بالله عز وجل. قال: ولا يقبل شيء على الأرض على وجه التعبد إلا شيئا واحدا، وهو الحجر الأسود.